بشرى سارة، إلى كل من يعاني من ديسك الظهر والرقبة، إليكم الحل النهائي مع الدكتور فاتح كرار، الأخصائي بالمخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري، وعلاج ديسك الظهر والرقبة بدون تدخل جراحي بأحدث التكنولوجيا المتقدمة والطب الحديث الذي أصبح للجميع الذين يعانون من ديسك الظهر والرقبة الاستفادة منه. الدكتور فاتح كرار يعالج ديسك الظهر والرقبة بالريجلاسيون والليزر، العلاج الجذري والدائم وبدون أي آثار جانبية وأي آلام أو أوجاع. مع الدكتور فاتح كرار قل وداعا للديسك، انضم إلى الآلاف من مرضانا السعداء الذي تمت معالجتهم بدون تدخل جراحي وتخلصهم من العمليات الجراحية، لا للعمليات بعد اليوم. صحتكم مسؤوليتنا. Harika gördüm seni. Benim kurtardım bu hayatta. Seher, hoş geldin. Sefa geldin. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Zamanla olacak her şey dediniz ve ben şu anda merdiven çıkabiliyorum. Evet. Çok rahatlıkla kalkabiliyorum, yürüyebiliyorum, işimi yapabiliyorum. En önemlisi 5 kilometre yol yürüyorum. أهم أسباب ديسك الرقبة هو التفكير، لذلك لا تحمل الدنيا على أكتافك.